انتم اكليتوني ومن بعد علاش هاد الشي كامل؟ علاش ما تنفهمكمش المغاربه العام كامل وانتم تتشكاو بالفقر من تيجي العيد تيبانوا عندكم الفلوس وتتشريوني وتتشريو الفاخر وشوايه جديده ومجمر جديد وتتشريو كوكا والماس وثلاجه جديده بحال ما كل شي بخير وما خاصكم والو. اخ حتى هادوك اللي ما تيامنوش وما تيصوموش رمضان من تيجي العيد تيوليو تيامنوا بالحولي وهما الاولين تيتسابقوا باش يذبحوني وياكلوني وتيبان ليهم ديك الساعه الله كاين تيبان ليهم غير فيا انا. كون كانت سيدنا ابراهيم عارف هاد الشي غادي يوقع كون كاع ما ضحى بينا. استغفر الله العظيم الحولي معاكم يقدر يكفر بالله واللي تيفقسني كتر هما الفقراء هادوك المزاليط اللي تيعيقوا على بعضياتهم. شكون فيهم اللي غادي يشري اكبر حولي وفيهم اللي يقدر يمرض وينتحر ويطلق مراته؟ راه الكانيبال وما تياكلوش اللحم بحالكم او حتى المسار انت ديروهم في التقلية. مالكم على هاد اللقطة؟ مالكم؟ شنو الفرق بينكم وبين داعش؟ بحال بحال حتى انتوما تتصوروا بالريوس وفرحانين تتوليوا حاضين غير الحوالة وبشحال الحولي بشحال الحولي تابعيني وتطلعوا في الكاميوات وتتلعبوا بيديكم في الأعضاء الحميمية ديالي. ماشي حشومة حنا الحوالة شفنا قاع القنوس إلا المغاربة يموتوا ويشريوني ويدبحوني. وإلا بغيت التورة توقع قول لهم لا للحولي وغادي ديك الساعة يخرجوا كاملين بلا 20 فبراير بلا والو غادي يخرجوا هازين الجناوة. واللي قال فيهم سلمية سلمية بلا موس بلا جنوية غادي يعتبروه مخزني. تتختلفوا في كل شيء وتتفقوا غير عليا أنا النظام والعدل والإحسان والنهج وبن كيران ورباعته والكفار والسكيرية اللي تيشريوني تيشريو معايا الروج. أنا اللي تنحقق لكم الإجماع الوطني كل شيء تيطالب بالراس ديالي. تاكلوا فيا الجغديد تاكلوا فيا السم يا شعب التقلية قولوا آمين. باه 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 الله يعطيكم شي حولين دمكم على كاع اللحم اللي كليتو وتوليو تاكلوا غير سلاضة بزز منكم في بلاصتي. هانتوما غادي تذبحوني نهار الحد وها 7 ايام ديال الباكور والشوا غادي تسالي اها. ومن بعد المروزية شدو ديك الساعة في الديالة ديالي التريكات الجوع والكرداس مع العدس واللحم خانز كاين شي حولي قدكم. الله طاول الكريدي والعياقة على الخوا. يخ على شعب باه باه.